ندخل جهنم ولا احنا دارين علامه. هكذا ندخل ما ولا داري علامه من كثر الفساد الاخلاقي. طيب انت عاد في الانترنت لا حول ولا قوه الا بالله. ما دراك في الانترنت ما يفعلوا يبدوا لك الفقراء مساكين ولا فوقهم حاجه. مساكين فقراء هذول كان مش فقراء. فقراء هم فقراء بس فقراء اخلاق. كل الشباب والشباب فارحين اتباقي الدردشه بيدردشوا والبلوثوث ها بيدوروا الغنم. انا معك معك ان احنا مش عارف ليش احنا العرب بالذات عندنا استخدام سيء للتكنولوجيا. بكل مكان بالعالم يستخدموها استخدام صح الا عندنا استخدام سيء. الناس استفيدوا من الحاجات هذه بس افسدوا الشباب. قال ان اصحابي كانوا يعني يمشوها ولذا الحين قد ببنطلونات قال طيحني قال ها قال وبابا سامحني ما عاد بيخطب الا والسروال ضاغط عليه باقي لا يجرحني والنوه لا حول ولا قوه الا بالله. وعاد باقي قال لك طيحني واحد يلبس سروال للركبه واحد للرقبه عاد باقي سروال ابو كيمره طق 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 طق. هذا اول مره اسمع هذا فساد. من اين جاء الفساد الاخلاقي هذا؟ من اينه؟ من الذي سكتوا ودخلوا بايديهم ما عاد باقي الا نخرج بايدينا. ايوه بس معلش لحظه انا ما عاد اسكت. لا طيب اسمعني خليني انا ما اسكت. لا انا خايف على ابني وعلى بنتي. ربيهم صح من صغرهم. اين ربيهم؟ اربيهم اجلس معاهم واصل ادخل جيوبهم ابهلهم بيخرجوا ما دراني. طيب ولو حتى ازرع ابني بيخرج لا خارج وقد معاه كلمات تطير العقل. هذا فساد اخلاقي لازم ننهي. ايوه صح لازم يمكن ابو طعن مشالك ها قطعه. مخج صح انا معك لازم نغير بس مش بالاسلوب هذا. انت عارف الحاله اللي وصل له الشباب هذا ايش سببه؟ سببه انا بقول لك ايش سببه. ما سببه؟ سببه انه ايش التربيه من الصغر. لازم واحد يربي ابنه صح يعلمه على القيم والمبادئ اللي ابتعدنا عنه. القيم الاسلاميه صح. لا عبش قيم ولا عب مبادئ الا فيه ما بش. لازم ننهي الفساد الاخلاقي. لا تمكنني اسكت اتحاكى وبس يا اخي. انا ما اعرف الا طع ويقع موقع يا اخي. عاد اختار طاعن معي ماشي طعن ابو قناع عرفنا غير لك القناع. طيب بل انا معك انت معي. ايوه معك. يلا مش لحالنا ولا بالله لحالنا. لا تذل لنفسك. انت بس تذل لنفسك لاي جماعه. انا شك تكون قوي. ايا قوي انا قوي من بيت حارم انا مخالف. يا اخي مش من قبل انا قوي من بيتنا يا اخي. قوي 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 بجماعته. القوي قوي الناس العمل الجماعي هو قوي. القوي قوي بعقله هكذا ويقع موقع. هذا العقل. اين العقل؟ إذا أنا قد أقول لك القوي بالعمل الجماعي والنضال السلمي هو الحكمة. يعني ايش لك قوة وحكمة. ها هو ما ضرنا إلا النضال السلمي. لما يرجع يدخلوا لنا لها داخل يمكنونا من غج. ما أبش نضال سلمي يا أخي. إلا في نضال سلمي ما أبش يا أخي. ولام بالله طعن مشالك. عاد اقطع معي طعن مشالك. طيب معك طعن مشالك. بس أنا أجيك طعن مشالك. خلاص يلا حول ولا قوة إلا بالله. ايش في؟ يعني معقول من اول اصيح الحمد لله حبيت اشتغل على الارض ولا حد رضي يسمعني. من اول اقول لهم النضال السلمي. من اول اقول لهم العمل الجماعي. هذا هو اللي ممكن يعمل تغيير ولا لا يا شباب؟ العمل الجماعي ولا لا؟ في واحد يأشر يعمل كذا. العمل الجماعي والنضال السلمي هو الحل. نضال كذا ما بنقدرش نغير. احنا مشكلة نعمل عمل سلمي ونعمل نضال جماعي لوقت معين ووقفنا. ليش مدري بس بنشوف. يمكن نشوف ايش بيعملوا نشوف. وهكذا رأينا خيارات من استاءوا من الفساد السياسي والأخلاقي والتربوي والاجتماعي. لكنهم رأوا وارتأوا أن القوة والعنف هو الطريق للتغيير. مشتاق لك كثير ها؟ والله نلتقي إن شاء الله. نلتقي نشتري نخرج أنا وأنت أي مكان تختاري. الفندق. أي مكان تحت السرير. مغازل. إيش؟ الله أكبر. شباب العمليه يا ابن الله. يا يا اه يا يا
حالك. تمام. أيوة مغازل. الله أكبر. يا ساتر يا الله يا يا العملية ثانية. أها ثلاثة نحن يا هو غير هنديت. يا ألو. أيوة ما أنت والله يا حسن ما بالوجود. يا جماعة تعالي يا أمه تعالي يا أمه. مغازل الله أكبر غلاك يا مضد بحبك فؤادي من يشبهك يا ملاك من يشبه ها حبيبة ديري عيلي مالك كدك معانا ها كدك معانا أنا مغازل كدك معانا يا أخي ما أمشي معاكم ارفع يدي معاكم اهم شي به خمر موجود كل ما تشتي والغواني على الله وبالله معاكم لن ما اوقع ماله؟ ماله هذا؟ شفنا بيكسر صحايف. افعل؟ بيكسر صحايف ويشطب. يشطب الشيء. شطب مغلق. شطت. ايوه شطت صحايف. هم شططوا الكوت وشططوا ال من انت؟ من انت؟ ما شطت. تعال. تعال. خلاص. من انت؟ ها؟ من انت؟ انا انت بديع؟ انا انت؟ طيب طيب مالك يا بندم بقينا معاه قنبله بقينا معاه قنبله ايش يفجر في التلفزيون والله كذاب والله العظيم انه كذاب اقسم بالله يفجر والله انه راسي قنبله ارهابي ها؟ والله العظيم انه والله العظيم والله العظيم بس انا صلصلة انا رحت اشاهد باسم اغير غير منكر تغير منه؟ بسم الله أغير تغير منكر أغير منكر غير غيروا لي البدلة ولا نغير لك الطبيعة إن شاء الله لأنه أنا شكلي أنت إيش شكلك متفهم ومعك جنبية طيب أنا بين بينك أصلاً إيش يعني تحاكي تحاكي ما دخل أنا طيب إيش يعني خايف ليش لقيته هارب من انا يا ابو ولا انت يخلني انا 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 افلم الرعب بعدين لقيته الحقيقه الرعب الرعب الحقيقه فقلت شي غير الاعلام اللي افسد هنا وافسد الشباب ما لها لعنه ما لها لعنه ما هم زيك الشباب شوف لو كان في شباب صح زيك ما شاء الله عليك بحرير كذا ما شاء الله عليك انا اسف انا اسف انا اسف انا 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 انا, أنا, أنا اسف باقي يعني هنا لا اسرع عشان تكون نفس المقاس نفس المقاس 35 الله نفس المقاس والشرابه جاهزه لي ناقه خلاص انا قصدي عشان نغير منكر انت حثاله حثاله ايش يا استاذ حثاله المجتمع الله انتم اللي خليتوا احنا حثاله الاعلام حقكم خلى احنا حثاله المجتمع ما لها الاعلام ما لها الاعلام الاعلام حقكم خلى احنا حثاله المجتمع لا لها الاعلام نقول لي افسدني احنا وافسد الشباب انت فاسد انت ارهابي هذا مفسدونا ولا كنتوا قبل شويه من هنا لو كنت شفت انا افسدونا اصحابكم ولا انا كذا بعض الحين قاعد دائري بعض الحين اذا فاسد عساكر افندم خلص والله والله خلص ولا غربه اس وشركة انا اتفرج افلام مشفر خلاص انا اتفعل منك فيلم ما عشان غيرش فيلم انا اتفعل منك وشيدي هات وحركات ايوه الله يخليك دخلوا غرفة لحالة لا لا كهرباء هادو دزدزة هادو أهم شيء ما شاء الله يلا افتح عليكم تعوانة هادو يلا اقطع معانا انت يلا معانا شباب
معنا شباب، شان الحقونا شباب. أنا ربيع أمكم، أنا ربيع أمكم. والله ما نحس. أنا ربيع أمكم. تغيير ابن الذين ها؟ تغيير. تغيير يا نزغة. أنا ربيع أمكم. ها؟ أنا ربيع أمكم. تغيير. أنا ربيع أمكم. أنا في دار، أنا في دار ركبة. لا تفتي الركبة ولا شيء. ركبة كنتا. أنا في دار ركبة. وهذا ماله؟ إيشي تغيير؟ إيشي تغيير؟ إيشي تغيير؟ إيشي نغير له الواجهة؟ حلو والله، ولا نغير القاعد. اخرج ارخص. سلم 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 يا حبيبي سلم يا عمر فندم. ماشي 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 يا بابا. انا اشتاق المواصلة تروح لي. ولا نكبر اول ما تهاك هكذا اول ما كان فك عسل شيء تغير. ما بغير نشي نشي تغير تغير. ايوه تغير زيت ولا سوبر فوكس. لا اي سر الصلي اش تشتي. شوف شوف ليش تغيير سياسي؟ لان البلد بحاجه الى تغيير سياسي. لا حد ينطب، لا حد ينطب، لا حد ينطب. خلينا ننطب. يا شيخ استماع 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 استماع. تغيير زيت، تغيير زيت، تغيير صلي، تغيير سياسي. انا عليك الضرع هذا بكل وجه جسدي دقيق. انا انظر 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 حالا من اطبخ له منزل سبع عار. تغيير ما تغيير تغيير تضبط ما هو يا حبيبي. هذا ورث ورث. شوف ما نشيش تغيير صليب ولا كنويسات. اشتشتي كفراء. لا خليك حاجة أقول ما حدا شفت مني. ها؟ مش كفرات. ماذا؟ نغير السيارة والسواق والركب. ما لا سواق. سواق. يسرع يهري يهري. أنا سواق. يهري. ما شو من السواق من الركاب ما بدوش يركبوا. والله نحن مسكين الركاب بس السواق دائما خلينا بالبودي واصحابه قدام. والله معنا بالبودي. زيد الصرط وطلع قدام. زيد الصرط. والله لن زيد الطريقة مش الأصحاب. هم ما يسجي لأصحابه ونعمل. اليوم شكلنا شي لطن. يا قلبي يا قلبي. انا قد انا الف مودي فين انتم. انا مسافر. قلبي والله شكله قدام لكن عادي. ما عاد يقول الصدق ولا انا قررت. انطلق سمير. انطلق ابوك. ايش الازعاج هذا يا سمير؟ سمير اهلا يا فندم. هذا عدوك واحد اكبر. الازعاج هذا هو سجن سيد. هو سجن يا باع. مش مقوى تقول لي؟ هذا المسيح. هذا الذي بيخلي. مالك مستريح. من هذا؟ من هذا؟ هذا قال لك الشيء دقي. من هو؟ من أنا؟ أنا واحد من الشعب. شعبي. شعب. من هو الشعب؟ شعب. ما دخل الشعب أنا. شعب السلجة. شعب الصين. الشعب. خلاه يفهمني يا شعب. هم فعلتم السجن هذا من غير الشعب ولا لا ولا لا؟ فاحنا قلنا عيب تبنوا لنا سجون ومعتقلات ولا بد ندخل. يا ابني مش اول واحد يدخل. ايش تسوي؟ انا قد استغربت وقلت احسبكم انتم قلتوا في ناس كثير وقالسن الدنيا مليئه. الحمد لله نعم الباري عندكم. ولا وانا اقول الشعب انا قد نقاط اشتغل اكثر من البنادق ولو كان دار ماله. والله صدق سبحان الله. يعني يا فندم بينكر حقيقة إنجازات ال 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 إيش يشتي تغيير؟ أنا معقول؟ أيوة كان هو بنفسه. آخر شيء كنت أتوقع من مواطن المفروض يكون طايع. فندم يا فندم يقول يشتي تغيير. تغيير إيش؟ تغيير إيش تستحي على نفسك يا أخي؟ عزوا نفسكم وكل جو كرم غير هذا. تغيير إيش؟ يعني ما شاء الله على فوقك شمشة شنو فانيلا آخر من غير الشعر ومن غير الشعر. أنت قلنا في نفسك أيش بالله عليك ما بشوف شنو إنجازات
هذه امامك اسعلك بالله ما بتشوفش النشره بيفتحوا في الليل على اقل شيء 300 مشروع ما بتمسرش ابي يطفوا عندك يا ما خاطر سبعين الف ويعني وزيد ينكر حقيقه يعني والله يا اخي ما شفت خليجي عشري اهل المنقذه حلو حلو يا بنت محمد اهل المنقذه على جلسه تدقيق جلسه تبهروا لكم كلكم وبتبهروا على المواطن وين المنقذات يا عم بن بهر انا ما ادري ايش تغير اقتلونا ادعسونا اضربونا اذبحونا ما هو حتى اذا ما ضربتموناش بالامن هنا انتم تضربونا كل يوم بالجوع والفقر والذل والاهانه كل يوم تذبحونا الف مره كل يوم تهتفونا الف مره كيف يعمل المواطن كيف يعمل المواطن المسكين بالله عليك اللي ما يحصلش لقمه العيش خليكم شعبنا يموت بحدود السعوديه جوع داخل قماماته ويبحث عن لقمه العيش خليكم شعبنا اللي يملي حالته على الشعب ما يقدر ما ياكل الشعب كره روحه الشعب اصبح يبيع نفسه وجسده وعمره من داخل لقمه العيش انتمنا واحنا عزيز هذا الفايل الدين ابو الدين ابو الحسن الدين ابو الدين ابو الدين ابو الدين ابو واحد ابو واحد حرام عليكم حرام عليكم حرام عليكم انتم اليمن يا عزيز انتم الشعب هو عزيز سختي سختي عقبال ايش المضروب انا مطلوب يا ابني مطلوب تغيير حقيقي في البلد تغيير سياسي لانه اليوم التعليم افسدته السياسه والصحه افسدته السياسه والثقافه افسدت السياسه لذلك راس السياسه هو اللي افسد كل شيء فلا بد من تغيير سياسي ليتغير كل شيء من البلد غيروا كل شيء من البلد غير البلد لا ما في قلب ساحه وماو يا ابني التغيير بالله عليك ما شفت خليجي عشري أسألك بالله ما بشجع هذه الجموع الحاشدة خلينا العسكري يشجع على ذبي طول السنة بيشتغل بيلاحق بعد الكتمة بيشجع وشجع واحد وعشرين خمسة ألف بالخمسة ألف العسكري بالله حق الخليجيين 21,000 سبتمبر ما هو مضرع أنا عارف يا أخي ليش هذا النظارة متى تخلعوها بالله عليك ما قد قسمنا لهم عسل بلدي بلدي يطلب يجي يستلم دبا عسل ما لا ما كنت قاعد تفدني ايش هذا الحقد انت فيه ايش هذا المرق بس يا بندم على شان الظفيره لا تحرق ايش العناد تجي تقول لي في اخر العمر دقيق خليج 20 كان تمام احنا ما ننكرش الحاجه اللي هي تمام والشعبنا وقف وقفة وابن عدن ولحق أبيان أثبتوا أنهم هم الوحدويون الحقيقيون وشرفونا أبناء عدن وشرفونا أبناء لاحق وشرفونا أبناء أبيان وشرفونا الشعب اليمني لكن هل كافأناهم بالخير؟ كافأنا أبناء القنوب بالخير؟ لا خرجنا قبل ما ينتهي خليجي نقول أن خليجي كان صفعة بوجوههم والله استقضينا مهما صفعة بوجوههم كان لوحة جميلة أثبتت أن الوحدوية كان أبناء عدن يشترون العلم جرا ويرفع العلم أعرف واحد يا إخواني كان ينادي بالانفصال من الغض والضمك اللي فيه خليجي 20 حصلت والله بعدن راسم العلم اليمني هنا وهنا علم الوحدة وقسما بالله يا الانفصال اللي يسرقنا الانفصال اللي ينهبنا الانفصال اللي قلينا حالتنا لا والله العظيم يا كذا بنتم اسمع كلمة وما تتكرر خليجي 20 ناجح الحمد لله حتى انت الان بتشوف وانتبهنا المنتخب انه خسر بالله عليك تشتي تشوف انا انه خسر ايوه يا اخي استحي على نفسك الحدث العظيم خسر بعدين انت داري النوم عندنا نكسر طيب علينا نهزمهم علي بالله عليك يصير يعدلوا علينا عند عمر موسى يا حبيبي البيوت انا مفتوحه كل شيء مفتوح مربانا مفتوح انت داري احنا بنكلم المنتخب واحنا خارج بلادنا ما عندك لهم هجوم داخل يرحمك بالله عليك بين عقل الذي بتفكر فيه والله ان انا افكر بعقلي بس انتم اللي ما تفكروش بعقولكم بالله عليكم يا خلق الله هل في الدنيا كامل حصلت انه يسلموا مدرب منتخب جاهز واسماء جاهزين الا عندنا لانه ما فيش لاعب كره قدم يلعب كره قدم بوساطه الا فين عندنا وفين وبالمريخ يا حبيبي ما فيش فساد هذا فساد يا اخي مشي وساطه اطلب بنشوفه من ان حسبوه نسبه فساد منين جاء هذا حساد يلعب يا فندم يرزعك اسمعوا مش البكارة يا جماعة نشتي منتخب يشرف بلادنا صرفوا مليارات على وهم
منتخب على اي اساس كان هذا المنتخب؟ اي واحد يقرا صحيفه مع مسؤول يحضر لاعب خط هجوم؟ انت ما قايلين انتم هذا منتخب له معايير ولا مقاييس؟ ليش الفساد وصل حتى للطبة؟ حتى للطبة طبة ملعب فضحتمونا الله يفضحكم. باري مع النعوي شريبات مالك علقت على المنتخب. انا يا اخي انت ما شفتش بعينك ان احنا استاجرنا كلاب بلوصيه بالخمسة مليون الكلب؟ حتى واحد كلب قد استاجر؟ حتى اي واحد قد استاجر مثلنا بخمسة مليون؟ بخمسة مليون كلب يجي يشمه بليصي؟ قاعد وقعت هذا؟ هذا الجزء من الفساد. ولا ليش تستأجروا تشتروا كلاب بملايين الدولارات؟ ما عندنا جماعة مفسدين يشغلوهم بدل ما تصوروني من خارج بالله عليكم. شغلوهم عندنا في مفسدين، في سرق، في سرق نهبوا المال العام، نهبونا وأكل. يا أخي عندنا الكورة حرام. بس أنا خلته بس الحين أنت ايش تغير وحدك؟ سمير اسمع كهرب أبو يا رندم الكهرباء طافي. ها الكهرباء طافي. كهرب أبو كهرباء طافي. شمع أبو ما شاء الله. يا رندم حفلة ميلة يا بهيمة. شوفوا هذا قاعد يسوي الأول. تحاوروا واحد وحده وحده. هذا شلونه داخل؟ لا حضر يا رندم واحد واحد وحده يحاور العمة اللي من واحد أقول لكم علي أمري إلى الله حسبي الله. تفضل باحترامك واحد ولفوه. يلا لا تخليش الفلسف. تفضل كهربوه بعد الوبوه. غيروا غيروا كهرباء لا كهرباء لا كهرباء الرأس كهرباء لا كهرباء لا كهرباء لا كهرباء لا كهرباء لا كهرباء لا كهرباء. ليش الكهرباء طافي بيوتنا والأمن هنا شغال؟ كهرباء لا كهرباء لا كهرباء لا كهرباء. ما شاء الله والحضور برضو كويس والحمد لله. وانت فين؟ موجودة. حياك الله كيف حالك؟ الحمد لله. انت رحت مدري فين بتغير؟ غيرت بس ما عاد فيش ثياب. لا ايش اللي حصل لك مالك؟ المغسلة مبنت الحمد لله. غير ايش انا؟ غير تقعد تروح التلفزيون تكسر من تعمل. احنا كسرنا الحمد لله القشايب وكسرنا. انا ويا روحي يا غالي وين انت؟ ها؟ بسرعة بسرعة انا زحقان. يو ما اليوم ما لقيت ولا قارورة. سلامات مالك؟ لحظة أخي لو سمحت. أيوة. إيش فيها لقيت اللي هو؟ أوف لحظة سميرة. من اسمع لك يا ابني مالك؟ أوف لحظة يا أخي. من احضر لي؟ أخي كنت معي زبون لو سمحت. زبون عاش اشطح أتعب عليك. بقي جواب اللي انجمع. الحمد لله. مالك إيش فيه؟ 10,000. تصلش بعدين مع السلامة. 10,000 ربي يرزقك 500,000 الله يبارك فيك. الله يبارك فيك يا والد ولي ابن حفظة. حياك الله كيف حالك؟ الحمد لله. كيف غيرت؟ اتغيرت. تقف بتغير لازم التغيير السياسي ورحت مهندم كيف؟ انت منو؟ انت انت الاصلاح اللي انا ضربوني ضربوني وكهربوني وبهدلوني ضربوني وبهدلوني وكهربوني وضربوني. تدري وانا هناك تصدزون بالكهرباء تذكرت الكلمة عقلك لما قلت لي عمر التغيير الفردي ما يخارق البلاد والناس لا طريق. ولولا رهطك لرقمناك، لولا جماعتك، لولا أهلك والناس، لو كان بعدي شعب وبعدي ناس وبعدي إخوة يدافع عني كان ليش تصدزون بالشمع بدل الكهرباء؟ لا وسمعت كلامك وافتهم لي ما قلت لما قلت نضال السلمي. كنت أسخر من السلمي والعمل الجماعي. حسن الحمد لله كنا في السجن جماعة. عرفت سجننا جماعة كلنا. أيوة حبيبتي أنا مناضل معش لا ما أموت. الله إن شاء الله. هذا مناضل وأنا معك مناضل لأن معش. الله مع الجماعة. حبيبتي لحظة أنا مناضل معش. هذا راح يناضل زيك زيه راح يغير لوحده وراح يغير بالعنف وأسلوب خاطئ وراح وتغير هو. شو كيف رجع لنا؟ لو شفته أول كيف مشعور مسحوط زحطة فقعنا. افتهمت لي رسالتك الآن. افتهم لي ثلاث اشبق يبوه. افتهم وهذا
وانت ما راحش يغير الحاله بالصنين المغسله قال الله راح عشان يغير المنكر الاعلامي ويوقف الفساد المشفر رجع مشفر بقول له لا هو مشفر فتح التشفير وقع افتهم لي الان لازم التغيير افتهم لي رسالتك الان صحيح والله تغيير بالعنف طريق للمهلكه والدمار واي من في التاريخ حاول يغير بالعنف كان مصيره هكذا من غير بالعنف كان لقمه سائغه لانه اللي يغير بالعنف هو يخدم من الفساد والمفسدين ويدي لهم مبرر للقمع والضرب والسلح والبر والقتل والله وروح التغيير بدون اسناد تربوي التغيير بدون اسناد تربوي بعده هذا اللي شفته صح فلا ترجع لي لو انه في عنده لا لا ده رجال انا شفته بالشو تايم دايما انا شفته رجل ما شاء الله افتهم لي مو معنى كثير افتهم لي مو معنى العمل الجماعي العمل الجماعي معناته جماعه تحتويك جماعه تنصحك رفقه صالحه صح. اما لما تروح الى معترك الفساد وانت لحالك تذوب وتنصهر ما معكش مشروع تربوي ولا وتتحول الى ملاوي بعد الثوره هذا هو اي والله اليمن مش ناقص تغيير بعنف لان فيها من العنف ما يكفيها اليمن فيها عنف اخلاقي وعنف اعلامي وتطرف سياسي مش ناقص ايضا صميل حتى الصميل اللي في اليمن اليوم ادتنا الى 100 مشكله هذه رساله مني ومن طاقم المسرحيه الى كل الشباب اليمن بامس الحاجه لنا لتغييرنا لتحركنا والتحرك يحتاج الى عمل جماعي يضمن محضن تربوي لسلامه الفكره وسلامه المقصد والطريق عمل جماعي منظم اهداف واضحه واعيه ومشروع تربوي واليوم في اليمن من في مشروع ناضج وحكمه غير مشروع التجمع اليمني للاصلاح اليوم الناس ذهبوا يمينا وشمالا تطرفوا يمينا وشمالا وجنوبا وبقى الاصلاح والمشروع مشروع العقل والحكمه اليوم يوم نادى غيرنا للعنف والصميل دعا الاصلاح للحوار والحكمه اليوم الاصلاح هو صوت العقل في اليمن اقولها وانا اعتز بان الله سبحانه وتعالى حفظ اليمن بنواة الإصلاح وشباب الإصلاح ورجال الإصلاح عبر التاريخ والله الإصلاح يحمل مشروع جماعي منظم ويحمل مشروع وطني الوطنية عند الإصلاحيين دين مش مشروع تجاري يطلبه بالله الإصلاحيين ينظرون لليمن أنها 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 أمهم أن لها حقا عليه عليها بالسلمي وافتهم لي الألج السلمي كنت أقول الإصلاحيين ليش سلمي 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 بعدها كنت أنا أتحمس وأقول لا مو ما نجرحشني نسرح فين نضرب مين كسر من بلدنا وطننا أهلنا هذا مش مشروع الإصلاح لأن الإصلاح يرى أن دماء الإصلاحيين دماء غالية ودماء اليمنيين دماء أغلى ودماء المسلمين دماء أغلى وأعظم من أن تراب على أي شيء نستطيع أن نغير بلا دم بلا عنف لأن منهج الإصلاح منهج سلم كان وسيكون وسيظل منهج تغيير سلمي بالسلم نستطيع نغير ولا ما نستطيعش بالعمل الجماعي نستطيع نغير ولا ما نستطيعش العمل الجماعي نستطيع أن نغير وبالسلم نستطيع أن نغير ما لم فسيكون مصير البلد مثلنا تسرح بشميس ترجع عرطوب أنا أشتي من الإصلاح فنيلة فنيلة وجاكيت تشتي من الإصلاح فنيلة وجاكيت نعم فنيلة الوعي وهذا زوج النو لا لا يا شباب أنا بس إذا بدأت بالتغيير أنا رقم واحد لا سمحتوا والله أنت شاء الله نغير لك البراغي أيوة أنت اشتحط عشان ما أنا بدأت خلاص يا أستاذ الواحد وحده مهما كان عقله حكيم وراجح لا يمكن أن يصيب في شكل دائم لا بد يصيب مرة ويخطئ مرة لكن هل تجتمع أمتي على ضلالة؟ إذن العمل الجماعي يضمن سلامة الطريق ووجدنا في الإصلاح سلامة الطريق سلامة الفكرة سلام نور التربية إحنا معكم في الإصلاح إن شاء الله أنا أنا شاجي معكم إصلاح أغير في أنا أشتي حاجة من الإصلاح أشتي إعلام ناجح إعلام ناجح في الإصلاح نعم علشان ما نتفرجش للقنوات الثانية يا سلام نشوف إعلام الإصلاح إعلام الإصلاح الهادف ولا بعداش نقعد نسير فما مش داعي صحيح احنا كيف البعض يجي يقول نشي من الإصلاح كذا أنا شو أدخل استتير داخل سترة الإصلاح تدري يلا مع السلامة يا شباب أنا حجزت فندق استحق أنت استحق هذا أوف حجزت فندق في دمت الحق نفسك الحق اخلاقه وقيمك انت كنت غيور في بك الغيره اليمنيه على المحارم اليوم تبيعت ورجعت هكذا شعري مسلسل شعر هندي ما هذا ليش ما ترجعش تحط من جديد ما قدرش كده انا فالت
إذن الرفقة الصالح إذن تزلزل أخي دخلنا جماعة يعني شغل ما شاء الله. ما كلمتك أنا من أول شغل نظيف. ما تغيرش الفساد الأخلاقي إلا بأساس وتربية صح. يعني ابنك تربوه من صغره لما يكبر، لكن إحنا دارين إنه الفساد التربوي الآن من صغرهم ما فيش. خلاص يا تطول. إذا رأيش تكون أكبر حاجة يكون أقول لك عسكري. إذن ولا بطل دراسة. إذا الله يعينكم على التغيير. أنا مش يعينه. هم يغيروا لمن مش لليمن، واليمن حقنا كلنا، وهذا واجبنا الشرعي والوطني والمنطقي والعاقل أن نقف مع هذول الناس للمشروع تربية ونضال سلمي وتغيير. كيف نوقف معهم؟ نقف معهم من التف حول هذا المشروع الإصلاحي الرائع، مشروع التغيير السلمي. ولو إحنا رخوات. لا. لا. بالمشروع تستحق وبالمشروع تقع رجال. أكيد. أنت وحدك ضعيف هزيل لقمة سائغة للشيطان وللمذلذات، لكن مع الجماعة هذا يشدك وهذا يدلك على الخير. الرفقة الصالح، شفت الرفقة السيئة كيف أثرت فيك وحولتك من 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 من, من قسم تربية إسلامية إلى قسم الرخويات وقسم العلوم. ما ينفعش ما ينفعش. أيوة لابد تعود تعود. وهذا من الناس معاكم يا أستاذ، معاكم إن شاء الله نشحط ونستحق بإذن الله. الله يفتح عليك. الله تفضل. يا أخي نحن مع من أنعم الله عليه. إن شاء الله راحة هنا. والله الأخلاق راحة، الأخلاق راحة والسلوك راحة، والنظام من أجل البلد والتضحية أعظم راحة. والله لو علم هؤلاء المسؤولين ما في ضمائرنا من راحة واطمئنان ونحن نناضل من أجل الله والدين والوطن لأتوا وتقدمونا صفوف النضال والاعتصامات والمهرجانات. يلا يا سامي الحمد.